هل يصح أن يعود الراحلون إلى الحياة بعد خروج أرواحهم؟ بالفعل يحدث هذا في دولة أوروبية شهيرة. الجميع يؤكد أن تلك الكنيسة مزار سياحي رغم الرعب الموجود بداخلها، بل إنهم يقدمون الهدايا التذكارية للراحلين حتى يكونوا على مقربة منهم. لكن فجأة ودون سابق إنذار يرفع الزوار أكف الضراعة إلى الله لينجون من هول ما يشاهدون، فما القصة؟ رغم أنها من أرقى الدول التي تتمتع بجاذبية شديدة لدى روادها، فهي من الدول التي يهرول إليها الزوار للتمتع بجمال الطبيعة، بل ويوجد بها المزارات السياحية المختلفة، فضلاً عن الأجواء التي توجد في المناطق السياحية من إضاءات وغيرها، قلما يجدها الإنسان في أي مكان آخر على ظهر الأرض. فرغم كل هذا الزخم في تفاصيلها وحرص الزوار على الذهاب إليها، بل ومشاهير العالم على ارتياحها، فما هي قصة كنيسة الراحلين المرعبة وأين توجد؟ إنها بلدة كوتناهورا الواقعة في إقليم بوهيميا بجمهورية التشيك، التي ربما تتمتع بين دول القارة العجوز بإقبال السياح عليها بصورة غير مسبوقة، لكن احتوائها على مكان هو الأصعب على وجه الكرة الأرضية جعل النظرة مختلفة إليها. فكنيسة الراحلين لا يدخلها أي إنسان إلا ورفع أكف الضراعة إلى الله يطلب منه الرحمة، ويتحسس خطاه ينظر يميناً وشمالاً فلا يرى رمزاً ولا لوحة تشير إلى وجود أجساد لبشر مدفونين في هذه الكنيسة المرعبة. فبكل جانب من جوانب هذه الكنيسة المفزعة يجد الزائر لها أجساداً متراصة فوق بعضها البعض، وجماجم البشر الذين انتهت حياتهم موضوعة بشكل مخيف بداخلها. ففي بعض الروايات المحلية التي رويت عن تلك الكنيسة العجيبة أن من بدأ في تزيينها بعظام وجماجم البشر الراحلين كان رئيس دير محلي ذهب في رحلة للحج إلى مدينة السلام الشهيرة، لكنه عاد بما لا يتوقعه أحد إلى تلك الكنيسة المرعبة حتى يزينها بأغرب زينة على الأرض. فأحضر رئيس الدير بعض التربة المقدسة لنشرها في مدفنة الكنيسة، فأصبحت مدفنة الكنيسة واحدة ضمن أشهر المدافن في المدينة بجمهورية التشيك كافة. لكن ذلك الرجل بعدما ازدادت أعداد الراحلين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر فكر في الكثير من الأفكار التي يجسد بها رحلة خلودهم أمام جمهور الكنيسة، فبرع في تجسيد أكثر الأفكار رعباً، فعمد إلى تلك الهياكل العظمية ليبدأ في تشكيل وتزيين الكنيسة بأكثر زينة مرعبة على مستوى العالم. فجمع كل عظام جسد الإنسان سواء في الساقين أو حتى الفخذين أو الأقدام، وزاد بالجماجم وبدأ في نحتها ورصها بطريقة حرفية، حتى إنه زين الكنيسة كلها بكل تلك العظام. لكن الأغرب في تلك الزينة أن كل ركن في الكنيسة يحوي الجماجم والعظام، والصليب الأكبر فيها مزين بالعظام والجماجم، فضلا عن أن الثريا الهائلة التي تضم كل عظمة في جسد الإنسان، حيث إن الزوار أصبحوا يقدمون الهدايا والقرابين المختلفة لتلك الجماجم والعظام على أمل أنهم سيقابلونهم في العالم الآخر. فهل تجرؤ على زيارة تلك الكنيسة المرعبة؟